السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجدد فيديو استراد المشاهد. لا تنسى لايك اشتري سبسكرايب. ركز معي فيديو اليوم استوديو فخم. في البداية اعتذر على القطعة لمدة اسبوع كامل بس كان عندي ظروف. المهم اوعدكم ان شاء الله نرجع وبقوة. عشان كذا عزيزي المشاهد فيديو اليوم في مود الكلاسيك يعني في الباتل رويال، يعني راح نجلد السيرفر جلد نخلي السيرفر يبكي. عشان كذا عزيزي المشاهد لا تنسى لايك شير سبسكرايب. خلونا نبدأ. البداية تكون في السوق السوداء، معناها الجيم في الجيب ما فيها كلام. نشوف اذا معنا ناس. ايوه العرب اين انتم؟ ما في احد. انزل. دقيقة انا احاول اصفيهم باسلوب الاتيكيت. امزح! يا اخي كيف الكلب سواها حركة سحرية! امشي انهم ضد بعض. يا كلب! ايوه باقي واحد. يعني لو سمحت يا اخي لو سمحت موت. كم يا رصاص فيه عشان يموت. ولي اخرها هيتشك. طيب خلونا نمشي نروح مكان ثاني يا جماعه، ندور لنا بوتة ثانيه او لاعبين. وين رايح؟ امتحدح. عالج باقي واحد. حلو غيابة الجو. حلو اصبر. عالج يا اخي استعجل. طيب خلونا نسوي جولة استكشافية على المزرعة. الله ياخذ عمرك يا القبر. احسبك لاعب والله. والله احسبه لاعب. امزح. هذه خيانة. هذا غد. شوف هذه المرة خلونا ننزل في نص المزرعة. يا كيف ما مات في. طيب يا جماعة كيف ما مات ذاك الشخص؟ ما ادري. هالمرة هذه خلونا ننزل في نصف المزرعة. ليش؟ لأن المزرعة هو اللي فيها الفايت الصح. صح انه المفروض هنا بس عادي. خلونا ننزل في المزرعة. الدب حق المزرعة. سكان المزرعة لازم نسيطر عليهم، لازم نروضهم يا جماعة. اوكي خليك استعد. يلا. انا لازم اسيطر على هذه المنطقة يا اخي. خلاص انقهرت مرتين ورا بعض وانا اموت في نفس المنطقة. ليش؟ هذا اول شخص. اول شخص يموت دائما يكون سولو. ليش ما ادري. والله ما اعتق احد. خليني اهينك.
ها اه ها ايه ها هذه بوتات. لا والله هذا شكله لاعب. لا 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 ما تروحش بعيد. في واحد. أنا عرفت إن في واحد. خلاص أنا عندي سماعة. تعال 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 تعال. يعني لو سمحت لو سمحت. أخليه يتأدب. بس وينه؟ اصبر 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 اصبر. ها والله فيه. امزح 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 امزح. ها والله ما والله ما اللاعب المحترف حقهم هذا. هذا اللي يسموه يدخلني من الباب. ها دخلني من الباب اقول لك. تيمة. اصبر اصبر نسيت انهم تيم. انا العب سولو سكوات يا جماعة. ثالثهم راح بروحهم ووصلوا. لا هذا متخلف. تعال يلا 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 اعطيني لوتهم. اصبر وينه؟ ما ادري. لا هذه السيارة اللي تدخن. حلو هذا الكل مدري من وين. طلع في الدور الاول. لا لا تقول انه والله العظيم ان هذا الكلب سرق علي الكل. امي تقولي لا تدخل. مسافة بعيدة. لا وينو؟ كيف من تحت الارض؟ والله هكر والله هكر. كيف يجيبني من تحت الارض؟ طيب يا شباب مثل ما شفتوا ثلاثة ايام ورا بعض وانا انجلت في المزرعة. وبرضو ركز معي برضو اخر جيم كان فيها هكر. طيب هذا اول شيء. ثاني شيء في اكثر من 5 أو 6 ايام برا التصوير والله العظيم ما ادري ليش يا جماعة يجلدوني كذا. كلها في المزرعة. اجلد السيرفر كامل وصل المزرعة. ايرور. عشان كذا هنا وصلنا لهذا المقطع. لايك سبسكرايب. السلام عليكم.